حيوانات أسطورية لن تصدق وجودها في عالمنا. الغزلان ذوات القنبرة هو نوع غريب من الغزلان يتميز بوجود خصلة من الشعر بارزة على رأسه، وهو ما يعطيها هذا الاسم. يتواجد هذا النوع من الغزلان في غابات بورما في الصين، وله أنياب حادة موجودة في فكه العلوي، مما يعطيها شكلاً أكثر رعباً بالنسبة للحيوانات الأخرى. آي آي. الآي آي هو ليمور صغير يعيش في مدغشقر، ينتمي إلى فصيلة القردة ويتغذى على الحشرات، ويتميز بشكله الغريب وعيونه الواسعة، ويبلغ طول جسمه 40 سنتيمتر وطول ذيله يصل إلى 60 سنتيمتر، وله أذنين كبيرتين شبيهتين بأذني الخفاش، وهو مهدد بالانقراض. القرد ذو الخرطوم هو نوع غريب من القردة معروف بأنفه الطويل، ينتمي إلى فصيلة قرود العالم القديم ويعتبر من القرود الشجرية. يعيش في جنوب شرق آسيا، ويبلغ معدل طوله 75 سنتيمتر وبوزن 20 كيلوغرام. الذكور من هذا النوع لديها أنف أطول ب10 سنتيمتر من أنف الإناث. تنين البحر الأزرق هو نوع من الحيوانات من فصيلة الجلوكيات، حيوان رخوي بحري له لون أزرق مما يساعده على التخفي في مياه المحيط. يصل حجم هذا النوع إلى 3 سنتيمتر تقريبا، ويعيش في جميع محيطات العالم. العناكب الشائكة تتميز هذه الأنواع من العناكب بألوانها وأشكالها المختلفة والمذهلة، سميت بهذا الاسم بسبب الأشواك البارزة على بطنها، ويمكن لهذه العناكب أن تصل أحجامها إلى 30 مليمتر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، وللمزيد اشترك في قناة حقائق.